تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع ترتيبات امنيه لنزع السلاح اولويات تسعى اليها الامم المتحده عبر مبعوثها الى اليمن مارتن جريفيث. المبعوث الاممي خلال افادته امام مجلس الامن الدولي مؤخرا اكد على ان التسويه التي يستهدفها لن تبني السلام في اليمن، لكنها في رايه ستوقف الحرب. الامر الذي يتيح ايصال المساعدات الانسانيه الى كل المناطق كما يتيح إطلاق عملية انتقالية لبناء السلام ستستغرق حسب قول جريفيث بعض الوقت رؤية للحل يراها مراقبون خلطا للأوراق وقفزا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح والمقرات الرسمية إلى الحكومة الشرعية فالمبعوث الأممي يبدو كمن يكافئ الحوثيين على انقلابهم ويمنحهم نص نصيبا متساويا من السلطه والشرعيه في البلاد قبل اي تحرك باتجاه نزع السلاح او الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها. وانطلاقا من هذه الرؤيه يجتمع الفرقاء اليمنيون في جنيف في السادس من سبتمبر المقبل من اجل اجراء مشاورات اوليه تؤدي الى مفاوضات بحسب تصريحات جريفيث ورغم ما يحاول الرجل اشاعته من اجواء للتفاؤل بشان المضي قدما نحو حل شامل للصراع في اليمن الا ان خطرا كبيرا يراه محللون في منح الحوثيين شرعيه سياسيه من دون تخليهم عن السلاح فليس ثمه ما يمنعهم من الانقلاب مجددا ما دام السلاح في ايديهم ما يعني عمليا العوده الى المربع الاول من الازمه لا سيما وان جريفيث لا يقدم اي ضمانات لتنفيذ خطته مكتفيا بالقول ان الضمانه الحقيقيه هي اراده جميع الاطراف وبحسب المحللين فان حسابات المصالح الدوليه باتت تتحكم في الملف اليمني بل ان هناك من يراه ان بريطانيا دفعت بجريفيث الى اليمن كمبعوث للامم المتحده حفاظا على مصالح في البحر الاحمر ومضيق باب المندب الامر الذي يعكس مزيدا من الغموض بشان مالات الجهود الامميه لتسويه الصراع